الجهاز الفني للنادي الأهلي بيشكر شريف إكرامي وبيستبعده نهائيا لنهاية الموسم. خبر مهم جدا وعاجل في هذه اللحظات وقرار هام جدا في الحقيقة من الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد تصريحات شريف إكرامي الغير موفقة، وسواء في تصريحاته أو في توقيت التصريحات دي، فبالتالي نتج عنها طبعا استبعاده من سيبوني أتكلم بعد إذنك استبعاده على طول من قائمة الفريق لنهاية الموسم. قرار موفق جدا في الحقيقة من الجهاز الفني للنادي الأهلي. تاني يا جماعة يا ريت توروني الخبر قدامي دلوقتي على الشاشة عاجل. الجهاز الفني للنادي الأهلي يستبعد شريف إكرامي ويشكره على الفترة اللي قضاها في النادي الأهلي ويستبعده لنهاية الموسم، وده أمر مهم وخبر عاجل جدا. وتاني حيد على حضراتكم ده بعد إيه؟ بعد ما إن الناس اتفاجئت إن كابتن فريق النادي الأهلي بيتكلم بالأسلوب اللي هو اتكلم بيه امبارح، وفي الحقيقة ده أمر غير مطلوب وغير موفق إطلاقا، وحاجة بصراحة غريبة جدا جدا.